اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا بتحكيم كتابك، اللهم اجعله آمنا بتطبيق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله آمنا باتباع أوامرك، اللهم اجعله آمنا باجتناب نواهيك. اللهم إنا نعوذ بك أن نعصيك ثم نطلب منك الفرج، اللهم إننا نعوذ بك أن نتمالأ على معصيتك ثم نطلب منك الفرج. اللهم اجعلنا من الذين يجتمعون على طاعتك، واجعلنا من الذين يأتمرون بأمرك، واجعلنا من الذين يدعون إلى دينك، واجعلنا من الذين يلتزمون صراطك. اللهم اجعلنا فيما بيننا نتناصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيما واحد فينا زلت قدمه فأعنا جميعا على التوبة، وأعنه على التوبة. يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحين، إنك أنت الذي أصلحت الصالحين، أصلحنا بما تصلح به عبادك الصالحين. اللهم إنك تعلم أن فينا من يجأر إليك الآن في قلبه بالتوبة والاستغفار، اللهم فتب عليه، اللهم فتب عليه، اللهم فاغفر له، اللهم ارفع عنه المعصية، اللهم أبدله طاعة في قلبه، اللهم أبدلنا جميعا بمحبة الطاعة. اللهم اجعلنا جميعا نحب قرآنك ونحب سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نحب إقامة الصلاة، نحب إيتاء الزكاة، نحب الصدقات بالليل والنهار، نحب الدعوة إلى البر والخير، نحب إيصال النفع إلى عبادك. اللهم اجعلنا نحب ما تحب ونكره ما تكره، ونرضى ما ترضى، ونسخط على من تسخط. اللهم اجعلنا مقبلين عليك مدبرين عن سواك. اللهم اجذب قلوبنا إلى حضرتك، واجعلنا من الذين يشتغلون بمحبتك، خذنا منا إليك، اشغلنا بك عمن سواك، اجعل حياتنا مصروفة في خدمة دينك وتعليم كتابك وتبليغ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا نعيش من أجلك ونموت من أجلك ونقول من أجلك ونصمت من أجلك ونقوم من أجلك ونقعد من أجلك. اللهم استخدم كل نعمة أنعمت بها علينا في خدمة هذا الدين، اجعلنا سببا في إيصال الخير إلى العباد، اجعلنا سببا في إيصال الخير إلى البلاد، اجعلنا سببا في إيصال البر إلى عبادك، اجعلنا سببا في هداية خلقك، اجعلنا سببا في شفاء خلقك، اجعلنا سببا في قضاء حاجات خلقك، اجعلنا سببا في تيسير عسير أمور عبادك، اجعلنا سببا في تفريج الكربات عن المكروبين، اجعلنا سببا في قضاء حاجات المحتاجين، اجعلنا سببا في جبر خواطر المكسورين، واجعل كل ذلك خالصا لوجهك الكريم. يا كريم يا كريم يا كريم، إن هذه الأمور لا تنال إلا بفضل، وأنت الذي قلت واسألوا الله من فضله، ونحن نسألك من فضلك. يا عظيم الخير، يا كثير الخير، يا واسع الجود، يا واسع العطايا، تجلى علينا بقضاء حاجات الخلق، تجلى علينا بتيسير عسير أمور العباد. اجعلنا سببا في رفع هذه الغمة عن الأمة، اجعلنا سببا في تعجيل الفرج. يا كريم يا كريم يا كريم، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. اللهم احفظ شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستر على أعراض بنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا من عبادك الراشدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.